فعل الهيمولايتيك ميثود طريقة انه نحضر محاليل مختلفة من الطفرة سوليوشن مالتي واخلي بها الرايت سايز واتابع الابيرنس مظهر الخلية اللي قاعد يصير بها. In this method, RBC, the red blood cells, are suspended in various solutions, and the appearance of is observed for swelling, crusting, shrinking, and wrinkled of blood cell. Okay, هذا ما عندنا. وبدي أخلي كريات الدم الحمراء بها وأشوفها إذا صار بها swelling, تنتفخ, تنفجر أو يصير مجعدة. In hypertonic solution, إذا المحلول مالتي hypertonic اللي هو الأوكسجين هيموجلوبين أو الهيموجلوبين released راح يخرج من الخلية مالتي is proportional to the number of cells hemolysis. كمية الهيموجلوبين اللي قاعد تطلع من الخلية مساوية لمن أو متناسبة إلى لا يصير بها هيمولايسيس. Okay, in case of hypertonic solution, the cell shrink and become wrinkled or crunched. Whereas in case of isotonic solution, the cell don't change their morphology. Okay, إذا عندي المحلول مالتي إذا hypertonic راح يسبب شرينك للخلية مالتي مثل ما حكينا وشلون يصير الميكانيزم مالتها، بس إذا المحلول مالتي ايزوتونيك راح ما يأثر راح يأثر على المورفولوجي مال الخلية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى عن طريق الأبيرنس، شكل الخلية أقدر أعرف المحلول مالتي هو هايبرتونيك هايبوتونيك أو ايزوتونيك. الطريقة الثانية اللي هي كرايسبوك كرايسوبيك ميثود. هذه الطريقة تعتمد على الخواص مالت المحلول مالتي من هذه الخواص اللي هي الفريزنج بوينت. من خلال الفريزنج بوينت اقدر اعرف او اقيس التونيسيتي مالت المحلول. مثلا عندي الفريزنج بوينت مالت الووتر زيرو صفر. And when any substance such as NaCl, إذا أضفت NaCl ايش راح يصير بها؟ راح يصير lowering the freezing point. وهذه مثل ما اشتغلناها بالمختبر اللي هي freezing point depression، انخفاض في درجة الانجماد مالتي المحلول مالتي بسبب وجود مواد شائبة تعتبر للمحلول، مثل ما عندي freezing point مالتي الووتر صفر، لكن إذا أضيف لها NaCl راح ينخفض تحت الصفر. عندي then the freezing point of depression هذا نرمزها بالدلتا تي اف مثل ما اخذناها في المختبر of blood is ناقص 52، انخفاض مال بالنسبه للدم 52 الدلتا تي مالته. ولذلك المحلول السوليوشن مالتي الدراج سوليوشن او البفر سوليوشن مالتي لازم احضره بالدلتا اف مالته ايش قد يساوي؟ بوينت ناقص بوينت 52. اوكي اذا من خلال الفريزنج بوينت اقدر اعرف المحلول مالتي ايزوتونيك ولا لا، ولذلك المحلول مالتي لازم احضره الفريزنج الديبريشن فريزنج مالته يساوي الديبريشن مال البودي فلويد. مثلا الدم الدلتا اف مالته ناقص بوينت 52 اوكي الانخفاض مالته. لازم احضر البفرتيشن او السوليوشن الدلتا اف مالته ايضا ناقص 0.52 حتى يصير ايزوتونيك ويا المحلول مالت اللي هو البلد بهذه الحاله. هاي نحسب الايزو اللي هي الايزو التونيسيتي نمثلها بالرمز الايزو. نحسبها من القانون هذا الدلتا تي اف يساوي لنا ال سي. الال نقدر نحسبها منين؟ من اللورنج فريزنج بوينت من خلال الدلتا تي اف. اعرف الدلتا تي اف واعرف الكونسنتريشن اقدر اعرف الال مالتي المحلول مالتي البفر سوليوشن او الدرك.
مثلا عندي الايزو، هذا طبعا سبسكرايب، هذا اللي هو صير فاليو 4.9% اللي هو تركيز 1.4 مولر سوليوشن صوديوم كلورايد، which is a freezing point depression 0.52 and the isotonic with the body fluid. Okay. والقيمة الآل مالته هي 3.4. إذا الآل ايزو نعرف ال concentration هذا اللي هو 0.154، وأعرف العفو الدلتا اف، الدلتا تي اف مالته اللي هي 0.52، أقدر أعرف الآل ايزو مالت المحلول مالتي. اوكي، the above equation هذا previous in the previous slide can be simplified by expressing molarity. اقدر ابسط اكثر as او نعبر عن المولاريتي بالجرام of a drug containing in definite volume of solution. أنا عندي هذا القانون، أقدر أحسب من عنده. طبعا هذا قانون الوزن إحنا أخذناه بالمختبر، بس أسوي له ريارينت أقدر أعرف الـ C concentration. concentration راح يساوي الـ W اللي هو الوزن، الـ MW المولكلار ويت الوزن الجزيئي، ألف على الفوليوم. هذه المعادلة أخذها أعوضها بالمعادلة السابقة، بدل الـ C هنا راح أحسب يطلع لي هذا القانون اللي هو دلتا تي اف اللي هو lowering أو compression بالفريزنج بوينت، الال ايزو multiply by الوزن، الوزن الجزيئي ايضا multiply by 1000 على الفوليوم. لو ناخذ مثال example، what is the freezing point lowering of 0.1% solution of sodium what's the freezing point lowering of 1% of the sodium propionate molecular weight مالته 96 والآزو 3.4. اوكي، فاقدر احسب دلتا اف اللي هي الآزو، هذا حسبتها من الكونسنتريشن، طبعا 1% هي 0.04، هذا concentration، أضربها بالني راح تطلع لي دلتا لورينج مالتها 0.35. أوكي، ولذلك أقدر من الدلتا اف أشوف يا body fluid يا سائل بالجسم الفريزنج بوينت مالته 0.35، أقدر أستخدم هذا المحلول مالتي على شكل buffer solution، أو حتى إذا دراج فاستخدم لي دراج لازم الدلتا اف تي مالته 0.35. خوش، حتى اسوي انا عندي التونيسيتي في مقدار معين اريده اني زين، شلون اقدر اسوي ادجستمنت اسوي هذا المحلول مالتي ايزوتونيك؟ عندي ثلاث طرق او ثلاث اصناف من الطرق. الطريقه الاولى هي كلاس 1 ميثود، نستخدم NaCl or some other substance is added to the solution of the drug to lower the freezing point of the solution to 0.52 and thus make solution isotonic. Okay. استخدم NaCl أضيفه للمحلول المالتي، ايش راح يخفض؟ راح يخفض لي lower freezing point إلى النقطة اللي أريدها، مثلا بهذه الحالة أريدها 52 سنتيغريد. هذه الطريقة اللي هي نفس اللي شرحناها اللي هي كروسكوبك كروسكوبك تو ميثود وز ار ذا طريقة ثانية و مالتي تسوي ايزوتونيك ذا بروبريشن solution. إذا أضيف ماء للأزمات للمحلول التحتوي أزمات. القطعة الثالثة freezing version أزو
But number of those are estimated theoretically from the molecular weight of the drug and can be used to calculate the amount of adjusting substance to be added to order to make the solution isotonic. الطريقة الثانية أنه أستخدم المولكلار ويت مالتي من عنده. من خلال المولكلار ويت أقدر أعرف الكونسنتريشن وبالتالي أقدر أعرف الألازو. من الألازو أو من الألازو والفريزنج بوينت أقدر أسوي المحلول مالتي الأيزوتونيك. أوكي، إذا العملية ببساطة أنه أنا إذا أريد أزيد الكونسنتريشن مال السوليوت أضيف NaCl أو other substance أو other substances. أوكي، إذا أريد أسوي له ديليوشن أضيف له ووتر حتى أسوي أيزوتونيك. أو من خلال المولكلار ويت أقدر أحسب المولكلار ويت للمركب مالتي اللي أريد أستخدمه أز درايك أو أز بفر سوليوشن، وبالتالي أقدر أحسب له الأزو وأقدر أحسب له الفيزنج بوينت مالته، وبعدين أقدر أسوي أيزوتونيك. أوكي، هذا كل اللي عندي بهذه المحاضرة. أتمنى المحاضرة كانت واضحة.